أهلا بكم من جديد. إن كنت تقود السيارة في شوارع الرياض فأكيد أنك لمحت عند إحدى الإشارات هناك من يبيع الورد أو المياه أو أي أمور أخرى، ومنهم كذلك من يتسول منك طلبا لبعض الريالات. أمور كثيرة تحدث عند الإشارات على وجه التحديد من هؤلاء الباعة المتجولين، ملفهم سنفتحه لكن بعد ما نتابع هذا التقرير. لم يعد مستغربا أن تشاهد باعة متجولين يفترشون أرصفة الشوارع العامة تلفح وجوههم حرارة الصيف بحثا عن الرزق. آخرين يقفون عند إشارات المرور يبيعون المناديل الورقية والماء وغيرها، مشهد بات يتكرر كثيرا في شوارعنا في ظل غياب تام لمراقبة الأمانة. ترى ما الذي دفع هؤلاء للوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، وهل يجدون ما يسد رمقهم؟ البعض يرى أن هؤلاء الباعة لهم الحق في أن يجدوا رزقهم وينظرون إليهم بعين العطف، مطالبين بإتاحة منافذ بيع لهم بأسعار تناسب دخلهم، فيما ترتفع أصوات آخرين بضرورة تكثيف الرقابة للقضاء على هذه الظاهرة ومنع الباعة المتجولين من البسط في الطرقات وأمام بعض الجهات الحكومية، ما يسبب إرباكا في حركة المرور في حين لا يعلم أحد مصدر هذه المنتجات وفترة صلاحيتها. آخرون تحدثوا عن أن الكثير ممن يقفون على الإشارات المرورية امتهنوا التسول في مشهد لا يليق بالمظهر العام لبلد كالمملكة. الأمانة وفي أكثر تصريح لها أكدت أنها تنفذ حملات مستمرة لملاحقة الباعة المتجولين وتفرض عليهم غرامات، وأن لديها أماكن مخصصة لمراقبتهم بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة. معي لنقاش هذا الملف موضوع الباعة المتجولين الدكتور أحمد القاضي، وهو مستشار اجتماعي وحقوقي ومستشار سابق لهيئة حقوق الإنسان أمانة الرياض. طبعا تواصلنا معهم يعني قبل أساس نطرح هذا الموضوع، واعتذروا أنه المسؤولين اللي يمكن يتحدثون عن موضوع الباعة المتجولين في إجازة صيفية، وبالتالي ما نبي نقطع الموضوع، يعني راح تتمنى أن يكون له مداخلة هاتفية معنا. دكتور، تابعنا يمكن تقرير اللي أعطانا ملامح عامة لهذه القضية، قضية الباعة المتجولين. أنا أتوقع أنه نفتح باب التسول عند الإشارات الضوئية، وهذا الموضوع اللي كأنه قضية كبرى من الصعوبة أنها تحل. يعني ما راح أتكلم عن هيئة أو يعني جمعية مكافحة التسول اللي مش شايفين ذاك الدور لهم، ولا راح أتكلم عن مفروض جهات أخرى معنية المفروض تقوم بهالدور، يعني بضبط الإشارات عندنا. الإشارات صارت عندنا أسواق، يعني إحنا نقول الله يرزقهم يرزق منهم، كمن يبحث عن الرزق الحلال بطرق ومنافذ أوكي يعني مشروعة، لكن أتكلم عن مثلا المتسولين اللي قاعدين يتحايلون بطريقة أو بأخرى عند الإشارات يبيع لك أشياء ما تدري وش هي أصلا، وما تدري وش مضارها، أحيانا تأخذ من إشارة وانتهى الموضوع. مش مدى تأثير هالقضية سواء على الجانب الاجتماعي أو اقتصادي أو حتى كذلك يمكن أمني؟ أنا طبعا أرحب فيك وأرحب بالقناة ومناقشة الجانب المهم، وأنا أتصور زي هالظاهرة هذه تشترك فيها عدة جهات رسمية، يعني منها البلديات ومنها وزارة العمل ومنها الشؤون الاجتماعية، على اعتبار أنها فعلا ظاهرة يعني تعكس أنه يعني أو بالأحرى نقدر نطلق عليها ظاهرة غير حضارية، يعني بدأت يعني تنتشر على 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 الطرق الرئيسية للمملكة. يعني أنا أتكلم عن العاصمة الرياض بحكم أني أعيش فيها، يعني كشريان رئيسي زي طريق الملك فهد تجد فيه من يبيع الخضار والورقيات والفواكه وغيرها. أنا أتصور الجانب الأمني فيها أنا أتصور مهم جدا جدا. أنا أقول استغلال هذا هؤلاء العاطلين لأمور ربما غير موضوع البيع والشراء، استغلالهم في جذبهم لأمور ومواطن فتن وغيرها، ربما إغراءهم بالمادة. شلون وضح لي أكثر. أنا أذكر أنه أحد المقابلات اللي تتمت في أيام المملكة مرت في جوانب تفجيرات وغيرها وغيرها، أحد المقابلات يسألون أحد المنتمين لهذه
نسميهم المتطرفين أو المتشددين، أنه كان يبيع يعني بطيخ، وكان يبيع هذا في طريق الملك فهد قرب كذا كذا كذا، وجاء من يغريه بالمادة واستطاع أن يستقطب هذا الشاب بإغراءه بالمادة. أنا أتصور أنه ظاهرة فعلا يعني يجب أن نقف عندها كثيرا، ويجب أن يضع لها يعني قانون أو نظام، لأن ما في مرجعية كونك تأخذ سيارة مثلا أو تعاقب أو تأخذ تأهد. أنا أتصور أنه غير نهائي. طيب في مشكلة أخرى، خلنا نكون صريح معك يعني بشكل كبير، لما سووا كان وزارة العمل قامت بحملة لنظامي أو مخالف نظام الإقامة عندنا ذيك الفترة، لو تلاحظ قل عندنا عددهم اللي تلقاهم عند الشارات يبيعون أشياء، وحتى كذلك مباسط عند الأماكن الإعلامة، لأن غالبيتهم مثلا مو بسعوديين، غالبيتهم مو بسعوديين، ربما يعني بطريقة أو بأخرى أجانب ما معه هوية أيا يكون عنده إشكالية في تواجده. اختفت فترة وقلت، لكن الآن صرنا نشوفها بتنامي، خلينا نكون صريحين يعني، وكلهم من جنسية ربما عربية معروفة يعني موجودة بشكل كبير، تكاد تجزم أنهم وجود وقت نظامي عندنا. فوين الرقيب، الجهة الرقابية اللي يمكن تضع حد الموضوع؟ خل شبابنا السعوديين الله يرزقهم يا رب ويفتح لهم إن شاء الله منافذ، المفروض يدعمون بمباسط مجانية يعطون إياها ويعرضون سلاحهم ويبيعون، لكن أتكلم عن هؤلاء اللي يعني جايين بنظام بطريقة غير نظامية، لا وقاعدين يترزقون الله من يعني عند الإشارات وما تدري والله شو يبيعون لك أصلا. أول شيء أحب أضيف أنا على مجمل كلامك، حتى لو كانوا سعوديين، الآن انتشرت ظاهرة في نقول المدن المحافظات الزراعية أن الأجانب يشترون المزارع ويبيعون الثمر والمنتج، ولصعوبة تصريفه إلا عن طريق سعودي. الآن اللي وراء الموضوع والمستفيد ترى الأخير من الموضوع أجنبي غير سعودي. أنا صار الشاب السعودي هو أداة يعني أداة بس تسويق، لا الربح الأكبر لمن اشترى هذه المزرعة وهذا المنتج. وهذه ظاهرة الآن انتشرت على مستوى يعني نقول كبير جدا. الآن السعودي فقط له الاسم بالمزرعة، ولكن الثمر كله مشترى بالكامل كباكج كامل، سواء التمور سواء الورقيات سواء الحمضيات سواء، فكلها هذا اللي حاصل بالموضوع ده. فسعودي وصار واجهه وصار يعني هو يلتقط اللقيمات من هالربح. طب وهالمخالفين بعضهم اللي تلقاه معلش من جنسيات معروفة ربما أو جنسيات محددة وقاعدين يبيعون عند الإشارات، تجزم أن وضعه غير نظامي؟ لا شك. أول شيء الرقيب مين المسؤول؟ أي جهة حكومية يمكن تتحمل المسؤولية في هذا الملف؟ أنا بداية حديث أنا أقول عدة جهات حكومية كتاب. نعم، الأمانات، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، هذول أساسيات بالموضوع. مهما كانت هذا نقول المتطفل على وجوده بالمملكة وجالس يشوه سمعة المملكة إلا وراه من علامات الاستفهام الشيء الكثير، ومهما كانت نعرف أنه في عصابات، نقرأ أنه وزارة الشؤون الاجتماعية تجد أنه فعلا عصابات ودخلها عالي جدا من وراء التسول. هذا الجانب ربما نقول يعني اجتماعي، لكن الجانب الأمني بالموضوع أنا أصور أنه خطير، لأن هذول ما يعني معدومين الهوية، معدومين المرجعية، معدومين أي شيء. يعني إذا تقول كل هالجهات وبتحس يعني أنا أصور على وجه التحديد الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة والأمانات كذلك، وزارة الأمن نفس الشيء. يعني يوجد حل هل بس دائما معليش خليكم صريح يعني معك أي قضية أو موضوع تلقى فيه أكثر من جهة حكومية لها علاقة فيه، دائما نردد أغنية ليل مطولك. لا أنا ما أتصور، لأنه لنا تجارب كبيرة نجحت يعني في موضوع عدة جهات. يعني الآن يعني أقصد ما في يعني عادة إحنا ما كل في تجارب مميزة وكي بين قطاعات حكومية تعاونت مع بعض، لكن غالبا الأمور اللي مرتبطة بالجهات أكثر من جهة حكومية يعني يغيب فيها التنسيق، نقعد ودخل في تكوين لجان وطول. يا أخي أول شيء المواطن يعني هو عين الوطن مهما كانت، يفترض أنه برضو حنا يعني نساعد الجهات الرسمية في موضوع هالملاحظات المشوهة. أنا أسميها تلويث بصري وتلويث بيئي. غير كذا ترى وزارة الصحة برضو تشترك بالموضوع، لأنه الآن تشتري المادة الغذائية ولا تعرف مصدرها ولا تعرف كيف لو يبيع لك شيء مسموم وتاكله ما تدري تروح تحاسبه وكيف سقياه وكيف الآن أحد المحافظات ربما لا تغيب عن بالك يعني طبقت ما يدخل سوق الخضار إلا أنها تمر على مختبرات تطمئن من مصدرها ومن سقياها ومن تلوثها.
الآن يعني بالشوارع تبيع مباشرة، وللأسف أنه بعض المواطنين وبعض المقيمين مقبلين عليها بشكل بحكم يعني سعرها وبحكم أنها طال عمرك سهولة التناول. وضعيفين نفس بقى، خلينا نقول نصف بالسيارة وانت بطريقك، بدل ما تروح سوق الخضرة عندك واحد يبيع بالطريق واشتري منه. يعني أنا أصور حتى مصدر، لو تصورنا حمضيات حتى مصدرها من البلد المصدر لا يوجد. أنت والله لو يبيعك شيء مسموم تاكله ما ادري عنه، تجي بكره تدور وما انت بلاقيه، يعني هذا بعد متجول قاعد ينتقل من مكان لمكان. عموما انا اتوقع ما ينطبق على هذه، ينطبق على مثلا سيارات الايس كريم وغيره وغيره، يعني هي امور كثيره. امور كثير نعم. وفي ظل عدم وجود نظام ورقابه انا اتوقع انه بشوف كثير من هالمشاهد، لذلك اتوقع انه مهم جدا انه يكون هذا الامر يعني يخضع لموضوع الرقابه، ونشوف يعني فعلا رقابه حازمه فيما يتعلق بهذا الشان. شكرا لك سعاده الدكتور احمد القاضي، المستشار الاجتماعي والحقوق، كذلك المستشار السابق في هيئة حقوق الإنسان. نورتنا يا دكتور، حياك الله. أهلا وسهلا. الله يرضى. إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم آخر قضية بنطرحها في حلقتنا إن شاء الله بعد الفاصل.